اوعوا تفتكروا ان احنا بعد التضحيه اللي قدموها اهالي سينا هنقول متشكرين بالكلام، احنا هنقول متشكرين بالاهتمام وبالعمل. بالاهتمام والعمل. واللي هيقوم بالكلام ده اهالي سينا كشركات موجوده وابنائها، ولو احتاجنا ان احنا يبقى في شركات اخرى لا باس. فالفتره اللي جايه ان شاء الله احنا محتاجين منكم ومن كل الشركات اللي موجودة في سينا انها تشتغل معنا. عايز اقول لكم ان الفترة الجاية دي احنا هنتحرك ان شاء الله بخطة كبيرة قوي محتاجين جهدكم فيها، ومعدلات عمل وتنفيذ تحسس اهالينا في سينا ان الدولة المصرية بتشتغل بهمة، لان ما بقاش في عذر بقى. اجهزة الدولة كلها بالكامل، تعليم وصحة وغيره، مطلوب انها تبقى موجودة بكثافة اعلى مما كانت عليه. احنا واحد، احنا مصريين، ودي بلدنا ودي ارضنا، نخلي بالنا منها ونموت عشانها. وانت ماشي في سينا حاول تفتكر مات فيها مين، وانت ماشي في سينا ادعي واحنا وياك نقول امين.